في الحياة بنقابل ناس وناس، وقالوا في المثل الناس معادن، فيها الأصلي وفيها التقليد وفيها المؤذي وفيها المفيد. ولأن الحياة من غير ناس ما تنداس، هنقابل كل يوم نوع من الناس، ناس ذهب وناس تانية لها العجب، ناس زي الفل بتحب الخير للكل، ناس جميلة تتصاحب وناس غريبة ملهاش صاحب، ناس لئيمة البعد عنها غنيمة، وناس رأية من النوع الفاخر، وكلها هيوصفها من الآخر دكتور عمرو الليسي في كلمة ورد غطاها. في مسرحية شهيرة لكاتب روسي معروف اسمه نيكولاي جوجل، المسرحية دي اسمها المفتش العام، اتعمل منها في مصر أعمال كتيرة للسينما والمسرح والإذاعة، وبتعتبر من أهم الأعمال الفنية اللي اتكلمت عن مساوئ البيروقراطية والعياذ بالله. افتكرت المسرحية دي بالذات اليومين دول بعد ما تعين زميلنا عبد عزيز عبد حق مشرف عام. والحقيقة يا جماعة أنا عايز أعترف لكم أني عمري ما عرفت يعني إيه مفتش عام أو مشرف عام، وإيه الفرق بينهم وبين المشرف العادي، وبصراحة عمري ما عرفت هو ليه المشرف بيبقى عام مش مشرف وخلاص. واللي أعرفه بس أن المشرف بيشرف على الموظف والمشرف العام بيشرف على الاثنين، ده طبعا غير المدير العام ونائب المدير ومساعد المدير. إيه كمان يا سيدي؟ إيه تاني مزعلك ومحيرك يا عمرو فندي؟ ما تقول أخويا، أنا سامع صوتك وأنت بتتكلم مع نفسك عن المفتش العام والمشرف العام. إيه بقى يا سيدي اللي مش عاجبك في المشرف؟ عايز تعرف سيادتك هو بيشرف على إيه؟ والله نفسي يا زيزو بي أعرف المشرف العام بيشرف على إيه؟ هو مش في قواعد للعمل المفروض يلتزم بيها الجميع وخلاص؟ أرجوك نورني، فهمني يا أبو المفهومية يا سعادة المشرف العام. بص يا خامر، أنا هتجاوز عن السخرية اللي في كلامك وهعمل حساب للزمالة وحرد عليك. المشرف العام يا سيدي هو اللي بيشرف على الموظفين اللي زي سعادتك كده، اللي سايبين شغلهم وقاعدين يكلموا نفسهم ومش عاجبهم العجب. والبيروقراطية بقى اللي مش عاجبة سعادتك دي هي اللي بتراقب الموظفين أمثالك. وانت ما تعرفش ان اللي اهم من الشغل ضبط الشغل ولا ايه؟ اهو المشرف العام بقى اللي زي حالاتي هو بقى اللي بيظبط الشغل. فهمت يا عم عمرو ولا نقول كمان؟ لا خلاص فهمت يا زيزو، الله ينور عليك، فهمت ان المشرف بيشرف بس ان الموظف او العامل هو اللي بينتج وبيخلي المكنه تطلع القماش، واللي زي سعادتك باهمه اللي بيقفوا فوق راس العامل ده كده زي المراقبين في الامتحانات، يفضلوا رايحين جايين جايين رايحين. صح يا معلم؟ صح يا زيزو؟ اولا مفيش حاجه هنا اسمها زيزو، ارجوك احفظ الالقاب وراعي الهرم الوظيفي. في الاستاذ عبد عزيز عبد حق او سياده المشرف العام، او على الاقل اقل حاجه يعني ممكن تكتفي بكلمه سعادتك او حضرتك. وثانيا بقى، ومع احترامي للاخوه المراقبين، انا مش مراقب رايح جاي وجاي رايح، انا ممكن اشرف من غير ما اتحرك من مكتبي والشغل برضو يمشي وزي الساعة. يا عم على فكرة يا سيادة المشرف العام، انا والله مش بشكك في مهام سيادتك ومسؤولياتك العظيمة ابدا لا سمح الله، انا بس قصدي انه احيانا يعني بتبقى في حياتنا كده وظائف ومسميات مش عارفين ايه لازمتها، وبالعكس احيانا بتعطل الشغل، واي شركه عايزه تنتج وتنجح وتربح ما تلاقيش عندها غير مدير عام فوق مساعد المدير العام فوق المدير فوق النائب المدير فوق الموظف الشغيل. ده كان قصدي والله حضرتك يا سعاده المشرف العام. لا 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 لا، اذا كان كده يا عمرو فندي انا متفق معك، تفسيرك كده معقول ومقبول. انا بس كنت برد على اللي بيهاجموا البيروقراطيه عمال على بطال وهم مش فاهمين ان الشغل مش كل حاجه، وإن اللي أهم من الشغل ضبط الشغل. أمال إيه؟ بذمتكم ده تقولوا له إيه؟ بتتصرفوا معاه إزاي؟ ابعتوا لنا تعليقاتكم على صفحة برنامج كلمة ورد غطاها مع عمرو الليسي، حكاياتكم مع أنواع الناس اللي بتقابلوها في حياتكم، هنتكلم عنها في كلمة ورد غطاها. ولغاية ما نتقابل تاني أسيبكم في أمان الله. كلمة ورد غطاها، دكتور عمرو الليسي، الكاتب الصحفي محمد الشبه، أداء الفنان أحمد صيام، إخراج تامر حسني.